السلام عليك يا طلحة. ماذا قلت؟ أقصد السلام عليك يا سيدي. ماذا تريد؟ لقد سمع سيدي أبو وائل أنك تبحث عن دكان لتبدأ منه تجارتك. أخبره بذلك أبو عيسى. ثم ماذا؟ يقول لك سيدي أبو وائل إن دكانه موجود في الباب الشرقي، إن شئت فخذه من الغد. قل له إن سيدي قد وجد دكانا مناسبا وسيقوم بتحديثه وتجديده ثم يبدأ العمل به. أبلغه بذلك. يا لها من فرصة، ولكن هو بالذات لا أريد منه شيئا. قلت بأنني حصلت على دكان، فعلي أن أسعى حثيثا قبل أن يكتشفوا الكذبة. أجل، إنه شاكر وهذا وقته. جعلت في ذاك، لقد كبرت سني وأرى أنني أميل إلى الراحة. أترى أن أترك ما في يدي؟ هل استعان بك يوما أحد إخوانك؟ نعم يا أبا عبد الله، يستعين بي يوما هذا ويوما ذاك. أتقضي حاجاتهم؟ الحمد لله، لطالما وفقني الله لأقضي حاجات كثير منهم. ماذا إن لم تكن ممن جعله الله وجيها بين الناس؟ أو كنت تقضي حاجاتهم؟ كلا يا سيدي، جعلت في ذاك. فلا تترك إذن، وإذا فعلت سيسقط رأيك ولن يستعان بك على شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البركة عشرة أجزاء، تسعة عشارها في التجارة، والعشر الباقي في الجلود. واعلموا أن التجارة تزيد في العقل. يا ابن رسول الله، أليس كثير من معاملات التجار باطلة؟ أحسنت، كان علي عليه السلام يقول: يا معشر التجار، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر. أيضر الجهل بمعاملات التاجر؟ من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه، ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط في الشبهات. صخر، أهلا بك يا أخي، تفضل تفضل. أحتاجك بأمر. قل. قررت الزواج بهند. هند؟ مبارك يا أخي يا صخر، مبارك، مبارك يا صخر، مبارك. تفضل تفضل. اللعين، ابن اللعين، إنه يقتل خديجة، ستموت بين يديه، إنه يضربها كعدو وبلا رحمة ولا شفقة. سأذهب إليه وأقطعه بحد السيف وأخلص خديجة من ظلمه. لا عليك، أنا سأذهب إليه. انتبهي أنتِ إلى الطعام، هذا الفاجر الفاسد الخطير. ابتعد عني، ابتعد عني.
علمتم أن الناس يمدون أعينهم إليكم وقد جمعكم الله في هذا الموضع، فاعقدوا لرجل منكم بيعة تعطونه إياها من أنفسكم وتواثقوا على ذلك حتى يفتح الله وهو خير الفاتحين. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا. قد علمتم أن ابني هذا هو المهدي وهذا أوانه، هلموا لنبايعه. بأي شيء تخدعون أنفسكم؟ فأنتم تعلمون أن الناس قد وقعت أنظارهم على هذا الفتى. هل بعثتم إلى جعفر بن محمد؟ لا، لا نريد جعفرا، فأنا أخاف أن يفسد علينا أمرنا. هلموا لنبايع المهدي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. إنما اجتمعنا يا أبا عبد الله لنبايع محمد بن عبد الله المهدي. المهدي؟ نعم. لا تفعلوه، فإن هذا الأمر لم يأتي أوانه بعد. إن كنت ترى أن ابنك هذا هو المهدي فليس به ولا هذا أوانه، وإن كنت إنما تريد أن تخرجه غضبا لله تعالى وليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإن والله لا ندعك وأنت شيخنا ونبايع ابنك في هذا الأمر. لقد علمت خلاف ما تقول، ووالله ما أطلعك الله على غيبه، ولكن يحملك على هذا الحسد لابني. لا والله، ما الحسد يحملني على ما قلت، ولكن هذا وأخوته وأبنائهم سينالونها دونكم. والله ما هي إليك ولا لابنك، ولكنها لهم، وإن ابنيك لمقتولان. أرأيت هذا؟ إن والله نجده يقتل ابنك محمدا. هيقتل أبو جعفر محمدا؟ نعم. ماذا تقول يا أبو عبد الله؟ أقول هذا والله وأعلمه. إني قد امتدحتك ببيتين فاسمعهما جزاك الله خيرا. قل ما عندك لعلك تجد المدح. أخالد، إني لم أزرك لحاجة سوى أنني عاف وأنت جواد. أخالد بين الحمد والأجر حاجتي، وأيهما تأتي فأنت عماد. سلني يا عربي ما حاجتك. أجعلت المسألة إلي؟ نعم. 100,000 درهم. لقد أسرفت يا أعرابي في حاجتك. أفأحطك أصلحك الله؟ نعم، فقد سألت الكثير. قد حططتك 60,000. لا أدري يا أعرابي أي أمريك أعجب، طلبك 100,000 درهم أم حطيتك 60,000؟ أصلح الله الأمير، إني لما سألتك سألتك على قدرك ومقامك، ولما حططت حططت على قدري وما أستأهل في نفسي. والله لن تغلبني، أعطه 100,000 درهم. أيها الأمير، موعدنا للمرور على السجن. أراكم بعد ساعة. السلام عليكما. وعليك السلام ورحمة الله. متى تمضي قافلتك؟ أريد أن ألتحق بها وأكون معكم في رحلتكم إلى مصر. ماذا ستأخذ معك؟ ماذا تقترحان علي؟ أما نحن فسنأخذ متاعا للعامة وحاجاتهم من طعام وثياب، فتجهز بمتاع مثلي حتى نخرج غدا صباحا بإذن الله. حسن، سنرى أيها البريء، سنرى. من هذا السجين؟ هو جديد هنا؟ نعم يا أمير، جيء به قبل أسبوع. هل هو علوي أم من الثوار؟ لا يا سيدي، ليس منه. إيه أنت؟ من أين أنت؟ مجلي يا سيدي. مجلي،
ما اسمك؟ يزيد يا سيدي. قل لي هذا فيما حبست؟ بتهمة يا سيدي. إذا أخرجتك من هنا هل ستعود لما فعلت؟ نعم يا سيدي سأعود. ويحك، يأتون به إلى القصر ليرى فيه حكمي. الرائحة هنا لا تطاق. إن أبا عبد الله يطلب منا أن نجمع لأيتام المدينة طعاماً ب10,000 درهم. ألم يذكر شيئاً عن... لم يذكر شيئاً سوى ذلك يا أبا بصير. ولكن أن لنا أن نجمع ذلك، أظننا نحتاج وقتاً طويلاً. صدقت، لن نستطيع أن نجمع مبلغاً كهذا. علينا أن ندعو إخواننا ونبلغهم بأمر الإمام أبي عبد الله. هيا حتى لا نضيع وقتا، لا يجوز لنا التهاون بأمر الإمام، فلنبادر. يا الله، لم تقل لي أيها الشاب ما لك إن أطلقت سراحك. أيها اللئيم، تدخل بيتي وتسرق ثياب أهلي؟ ثيابا؟ أتقول سرق الثياب؟ نعم أيها الأمير، جمع ثياب النساء ولما أحسسنا به أمسكناه وجئنا به إلى الشرطة. لا يبدو عليك محتاجا، ما الذي يدفعك إلى فعل هذا؟ خالد، قد أعطيت والله عشوة، وما العاشق المسكين فينا بسارقي أقر بما لم يأته المرء أنه، فالقطع خيرا من فضيحة عاشقي. ولولا الذي قد خفت من قطع كفه لألفيت في أمر الهوى غير ناطقي. إذا بدت الرايات في السبق للعلا فأنت ابن عبد الله أول سابق. يزيد، قل لي، أتعرف من كتب هذه الأبيات؟ أيها العاشق الأرعن، أهكذا يفعل العشاق؟ والآن قل لي، ما الذي حدث حتى رأوك سارقة وكدنا نقطع يدك؟ يا مولاي، عندما تسللت إلى بيتها حتى أراها أحس بي أهلها، فجمعت ثيابها وقلت لها أصرخي. حتى يظنوك سارقا لا عاشقة. إلي بالفتاة، تريد أن نزوجها لهذا الشاب. أيها الأمير، لأن لم تزوجوه طائعين لزوجتموه كارهين. أيها السادة، لقد أمهرتها له ب10,000 درهم، وهي من مالي الخاص. تفضل يا سادة. اجلسي يا ابنتي، اجلسي. أريد أن أحدثك في أمر الخطبة، في أمر قد استجد. يا أبي، أنا أعلم أنك تبحث عن صالحي، ولكن أين الصالح في رجل بلغ 40 من العمر وله زوجة وأولاد؟ لا أدري يا ابنتي، لا أدري. أنا أيضا في شك من أمري. إذا لا تنشغل بي، فأنا في بيتك هذا معززة مكرمة، ولست كغيري من الفتيات تحلم بفارس الأحلام. لقد كبرت على هذا يا أبي. أرجوك يا أبي،
لا تستعجل قدري، لنرى ماذا كتب الله لي، لعله يريدني أن أكون ربة هذا البيت دون غيره. إذن لي يا أبي. السلام عليك يا ابن رسول الله. وعليك السلام يا معتب، اجلس. هل فعلتم ما أوصيتكم به؟ نعم يا سيدي. هكذا سيسدون جوعهم ونبقى بعيدين عن أعين الظالمين. أهلا بطلحة، ما الذي جاء بك في هذا الوقت؟ اجلس. أريد دكانك الذي في سوق القرية. ولكن هذا الدكان ليس للبيع. ثم لماذا لم تنتظر حتى الصباح؟ لا أستطيع النوم وقلبي مشغول ويدب الحماس في بدني فلا يغمض لي جفني. وما الذي يشغلك؟ ثم لا تعطلني، فسألتقي ببعض التجار في الصباح. أريد دكانك في السوق، فكم تريد ثمنا له؟ ألم تسمع ما قلته لك؟ الدكان ليس للبيع. إذن سأشي لصهرك الخشاب ما أعرفه عنك وستفقد كل هذا. ويحك، بيع. يا أبا عبد الله، لقد سمعت عنك وعن وفير علمك، وقد جئتك سائلا فأجبني. سل، دلني على معبودي. ناولني البيضة يا بني، يا ديصاني تفكر، هذا حصن مكنون له جلد غليظ، وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق، وتحت الجلد الرقيق ذهبة مائعة وفضة دائبة، فلا الذهبة المائعة تختلط بالفضة الدائبة، ولا الفضة الدائبة تختلط بالذهبة المائعة. هذه البيضة على حالها لم يخرج منها خارج مصلح فيخبر عن صلاحها، ولا دخل فيها مفسد فيخبر عن فسادها. لا يدرى للذكر خلقت أم للأنثى، فتنفلق عن مثل ألوان الطواويس. أترى لها مدبرة؟ صدق الرجل والله، فمن يتحكم بهذه البيضة؟ ومن وهب لهذه البيضة المائعة الحياة حتى تدب فيها وتكسر الجلد؟ من علمها ذلك؟ ليس إلا خالق البيضة سبحانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأنك إمام وحجة من الله على خلقه، وأنا تائب مما كنت فيه. يا أبا عبد الله، عندي كثير مما أود أن أسألك إياه. سل ما بدا لك، فإن السؤال نصف العلم. لماذا يمتنع أن يكون لهذا العالم إلهان؟ إن لقولك هذا وجوها، فتأمل ما أقوله لك. إما أن يكونا قديمين قويين، أو يكونا ضعيفين، أو يكون أحدهما قويا والآخر ضعيفا. صدقت، الاحتمالات ثلاثة، قويان أو ضعيفان، أو أحدهما قوي والآخر ضعيف. فإن كانا قويين فلما لا يدفع كل واحد منهما صاحبه ويتفرد بالتدبير،
وفي ذلك خراب العالم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يبدو أنني سأصبح تاجرا كبيرا، مصادف تاجر. سفر، تعارف، مضاربات، وربح، ربح كثير، ومال المال غزيرا وكثير ووفير. هل حياة التجار من حياة جميلة؟ سيدي، هل أحضر لك البخور لتبخر ثيابك يا سيدي؟ بل سأكتفي بالعطر، هيا اذهب وأحضر. حاضر يا سيدي. ألفان وأربعمائة. لقد طلب منا 10,000، هذا لا يكفي. سأبيع ناقتي، وأنا سأستدين من بعض التجار. هذه 2,100، كم معكم؟ لم نجمع ما أمرنا به أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. هذه لكم نصرة للإمام. الحمد لله. ومن تكون أنت؟ الحمد لله. إن الله لا يؤيد هذا الدين بمن لم نكن نحسب نصرته يوما. لا تهددني ثانية يا طلحة. لا عليك يا صاحبي، فسرك ها هنا. ولولا أنني كنت محتاجا إلى عونك لما فعلت الذي فعلته. هذا كتاب من إخوانك يشكون المفضل ابن عمر، اكتب لهم. هل بقي شيء من الشعير تعطيه لفقراء المدينة؟ بقي القليل يا سيدي، وما عساه يكفيهم، وأعدادهم في ازدياد، والقحط يحيط بنا. اكتب للجعفي ليمدك بما يكفي من الشعير والحبوب. من هذا الملثم الذي مدنا بالمال؟ إنه رجل يشرب الخمر ويلعب بالطيور، وقد أدهشني ما فعله لنا، والفضل في ذلك بعد الله يعود للمفضل. هل حقا خرجت إلى قافلة مقبلة علينا فاشتريت منهم بضاعتهم؟ هبنني فعلت، فماذا تريدون مني الآن؟ ألا تعرف أنه لا يجوز لك الخروج للقافلة بعيدا عن المدينة لشراء السلع واحتكار البضاعة؟ وين سيمنعني ها؟ هذا حرام في الشريعة يا طلحة. اسمع، أنا لا يهمني إن أحببتم أو كرهتم ما أفعل. هذه البضاعة أمامكم، من شاء فليشتري، ومن لم تعجبه فليمضي إلى غايته. هيا. هذا رجل لا ينفع معه الكلام. هيا. ولا تدخل في أمر أنت منه في شك وشبهة. أعوذ بالله من إمام ضل عن وقته،
فكان التابع فيه أعلم من المتبوع. أعيذك بالله يا أخي أن تكون غدا المصلوب بالكناسة. يا عم، إن رضيت أن تكون المصلوب في الكناسة فشأنك، والله إنه قدرك الذي لا يرد. اللهم اشدد به أسري. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. أنت والله لها يا زيد وأهل لذلك. أين كنت يا ابن الفاعلة؟ سبحان الله، تقذف أمه؟ كنت أرى أن لك ورع، وإذا ليس لك ورع. جعلت فداك، إن أمه سندية مشركة. أما علمت أن لكل أمة ما يعصم أهلها عن الزنا؟ ولا يجوز قذف المحصنات على أي دين أو عقيدة كنا. أريد أن تصنع لي سلاسل وقفلا. ما بك؟ وما حاجتك بها؟ أريد أن أقفل الأبواب والنوافذ وكل الطرق التي يمكن أن تقودك بعيدا عن هنا. والروح كيف تقفل؟ إن هامت الروح يا هند فالجسد لاحق بها لا محال. وجسدك وعقلك هنا. لا تخشي، أني مقيم ما بقيت تلة الخرشوف. أرحت قلبي يا صخر. جاءني أحدهم وسألني أن أصنع له سلاسل وقفلا. لم أفهم معنت، ولكني الآن قد فهمت. أتقصد زينة؟ أنا لا أقصد أحدا. بل تقصدها؟ بارك
بارك الله لك في منزلك الجديد. بارك الله بك، ولكنك بعتني غاليا. إن لم تكن أهلا لبيت كبير وواسع كان عليك بالأصغر والأرخص. ولكنه ذو عيال يا سيدي، وحاله غير ميسور، وأنت رفعت قيمة البيت كثيرا. اذهب إلى عملك، اذهب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أنني رأيتك تحسن الاختيار يا طلحة قبل أن أورد ترى. ها قد أصبحت تاجرا وصاحب مال وتجارة. أطل الله في عمرك يا عماه. إنها تجارتي إلى مصر كانت موفقة ومجزية. كانت ناجحة وموفقة. ذكرتني الآن بالمرحوم عثمان، فقد كان ربحه سببا في موته، بينما ربحك فتح لك أبوابا أخرى للربح، أليس كذلك؟ عجبا يا طلحة يا ابن أخي. حقا لم يجدوا حتى الآن قاتل العم عثمان؟ قل قاتلهم يا بني، قاتلهم. فقد قتل عثمان وخادماه أيضا في ليلة واحدة، والقاتل واحد. وماذا عن القاتل؟ لم يره أحد ولم يتعرف عليه أحد بعد، لأن القاتل كان حريصا وأعد لكل شيء بدقة. وماذا عن داره وعياله وزوجته؟ لقد رحلوا إلى الشام، وعهدت زوجته بالدار وما فيها لأبي حكيم، وفوضته بالتصرف بها. قاتل الله الطمع، بعض الناس لا يملأ عيونهم إلا التراب. ليسوا جميعا مثلك يا ابن أخي. رحلة أخرى وأمتلك نصف القرية. عماه، لي حاجة عندك. متى شئت تعال إلى منزلي وسأنظر في حاجتك. أستودعك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي، هذه أسعار لا نستطيع دفعها. لم تكن الثياب يوما بهذه الأسعار. هذه أسعار البضاعة، إن شئت فخذ وإن شئت عد. لا تستغلوا حاجتنا، فليبتليكم الله كما ابتلانا بكم. إما أن تشتري وإما أن تمضي في حال سبيلك. أدخلت علينا السرورة بتبسمك يا ابن رسول الله، فداك نفسي. لما أراه من اجتماعكم وائتلافكم. ويفرحك ذلك يا أبا عبد الله؟ بلى والله، إن ائتلاف قلوب الأبرار إذا التقوا وإن لم يظهروا التودد بألسنتهم كسرعة اختلاط قطر السماء على مياه الأنهار. ولكننا يا سيدي نرى ذلك عند غيرنا من أهل الملل والأديان. إن بعد ائتلاف قلوب الفجار إذا التقوا وإن أظهروا التودد بألسنتهم كبعد البهائم من التعاطف، وإن طال ائتلافها على مدود واحد. ولكن يا سيدي، أحيانا نتصنع المودة بيننا ونداري بعضنا بعضا. ليس في ذلك بأس، فالمداراة أمر مطلوب بين المؤمنين، فإن الخلق خلقان، أحدهما نية والآخر سجية. وماذا يعني ذلك يا أبا عبد الله؟ السجية هي ما ولدت به من خلق، فالبعض حليم والآخر كثير الصمت وغيرهما كريم. وأما النية فإنك إن لم تجد في نفسك الحلم فتنوي أن تتحلم، وإن وجدت في خلقك الثرثرة فتتعلم الصمت، وإن وجدت في نفسك بخلا فتدرب نفسك على الكرم والتصدق. فأيهما أفضل يا أبا عبد الله؟ صاحب السجية هو مجبول لا يستطيع غيره، وصاحب النية يصبر على الطاعة تصبرا، فهذا أفضل. يا سيدي، إنا نرجو أن نكون معك، ولكن تدبير المعاش يمنع بيننا وبينك، ونخاف أن يفوتنا شيء من أمر دينك. اكتبوا يا مفضل،
واكتبوا العلم وتداولوه بيننا، فإنا نتوارث كتبنا عن آبائنا. لكن الناس لا يكتبون إلا القليل منهم. وما شأننا بما يفعل الناس يا مفضل؟ إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يكتب، والحسن بن علي عليه السلام كان يكتب. وإن خاف غيرنا من اختلاط الكتاب بالسنة فإنا لا نخاف ذلك. وكيف نخاف ونحن حفظة الدين يا مفضل؟ لم تجبني على سؤالي يا أبا مسلمة. أجل، جاءني إلى مجلسي ثملا وطردته دون أن أجرح مشاعره. طردته دون أن تجرح مشاعره؟ هذا ما قدرك الله عليه؟ وماذا تريدينني أن أفعل؟ أن أجلده أم أسجنه؟ نحن أهل بيت الخلافة والملك، نحن، ولا يهمنا ما يقولون. وإن ثاروا عليك؟ سأمر الحراس بقتلهم فردا فردا. لتعلمي جيدا أن حزني على زواجك من طلحة لا يوازيه إلا حزني على وفاة أمك. سيتبدد الحزن مع الوقت. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنه ابن أخي وولي عهدي، أم أنك تريدينني أن أرسل رجلا غيره؟ أنت أكثر من يعرف أنه سكير لا يصحو، لم يصلي يوما أو يصوم، تأكله الألسن وتتناهبه الأقاويل. هذا أمير للحج يا أبا مسلمة؟ ما صنعتم في المتاع حتى جاء ربحكم الدينار بدينار؟ كانت السوق شحيحة، فتحالفنا وتعاقدنا على أن لا ننقص متاعنا من ربح الدينار دينارا. سبحان الله، تحلفون على قوم مسلمين ألا تبيعوهم إلا بربح الدينار دينارا؟ الحسد يا أبا جعفر يريدها لنفسه ولأولاده. لا تقل ذلك يا أبا عبد الله، فما عرفته كان الزاهد العابد العالم وغير طامع في حكم ولا رئاسة. إن لم يكن الحسد والطمع فما هو إذن؟ لقد منحني عمي شرف إمارة الحج لهذا العام، ولا أريده إلا أن يكون مميزا تتحدث العامة عنه لسنوات. والله إن قصرت لأسجننك حتى عودتي من الحج. لا تقلق سيدي، سيكون كل شيء كما أمرت. أنت لها، وكما وعدتك بالسجن أعدك بمكافأة مجزية إن أنهيت عمك في وقته ودون تأخير. هيا هيا.